طب شيف ليلى، بما انه صرنا واصلين عجلون، حابين هيك نلبسك اشي من التراث العجلوني. يلا توب عجلوني نقيسك اياه. انا جاهزه. ام احمد اكيد عندك توب عجلوني. اكيد انا محضر لها الثوب اللي بين برتين. اوكي، طبعا هذا اهل عجلون معروفين بيه. إيه اسمه؟ بين برتين. بين برتين بتعمل بالخياطه للثوب هذا الابرتين، فلازم وانت بتشتغلي فيه تكوني معبيه الخيط على ابرتين. فشوي بتستعملي ابره وبتتركي الخيط الثاني لانه الوان، فبتدخلي اللونين مع بعض. واو. الابرتين لازم يكون شغالات سوا. اوكي حبيبي. شفتي انا عم بفهم علي الكلام العجلوني اكثر مني. بين برتين. انا فاهمه بس انا خليتها تعيد عشان انت اتاكد انه انت يعني عيب يا اخي. درسي لغات من عنا. انت بروفيشنال لغات. طب يلا نقيس الثوب. يلا يلا. كثير حلو. شو بتختلف عن السلطيه؟ التوب السلطي لما لبسته بتحسيه ثقيل. صحيح. بس كمان هيداك كثير حلو. صحيح حلو بس ثقيل وبتحسي حركتك فيه بعيقه الحركه. حتى الحطه انا كنت اشوفها ثقيله، فهي قسمتها هيك بالنص حتى تكون اخف والبسها باي مناسبه. بتلبسون بعدكم لهلا على المناسبات؟ لا والله لسه خفيف، بس يعني في ناس بتحن للعادات والتقاليد القديمه فبتحسيها لبس مميز لما تكون المناسبه. بتكون فرح ناطرتنا. يلا عرفتيني؟ لا ما عرفتك. ما عرفتيني. صراحة طالعة أردنية عجلونية يعني بيور. عجلونية وأفتخر. كثير حلو عليكي ما شاء الله. حبيتي؟ طالعة بتجنني. عم بحب هذا... كل منطقة أروح عليها قيس الزي تبعها. إيش نزلتي مناطق؟ إيش لبستي من رحت على السلط. رحتي؟ بس الزي السلطي وزنه 8 كيلو. يعني طلعت مثل هيك. هيدي خفيفة كأنك بالبيت لابسة عباية أو فستان، بس الزي السلطي لا شك إنه ثقيل. وهذا كمان هو خفيف بس مجهوده ثقيل. مجهوده ثقيل. قالت لنا ابرتين مع بعض بخيطين. أيوة. وبعد ايش اسمه مره ثانيه؟ بين ابرتين. بين ابرتين. بين ابرتين. أيوة. ابرتين. ابرتين. أيوة. طبعا استغلينا بس رحتي تلبسي وام احضرت لنا الفطور والسفره. سلم ايديك ما شاء الله. وبعد اللي اكلناه حنفطر كمان. وانا بحكي لك انا كنت مفكر هذاك هذيك الفطور هاي السفره هذيك تدويقه، بس لازم نجرب. طب ام احمد بس بدي اسالك قديش عمرهم هول الطناجر اللي عم تطبخي فيهم هاي؟